تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أذهب إلى الجامعة مع العلم أنها تبعد حوالي 20 كيلومتر من منزلي وهي مختلطة وخاصة كليتي؟ المواصلات مكدسة بالرجال والنساء معا، وأيضا عند دخول الجامعة يطلبون مني رفع النقاب عن وجهي وخاصة في أوقات الامتحان، هل هذه تعتبر ضرورة؟ وهل يجوز لي أن أعصي أبي وأهلي مع إصرارهم على ذهابي بحجة أنني لابد أن أخذ شهادة وتكون سلاح في هذا العصر؟ أفيدونا مأجورين. الذي أرى أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف النقاب أن تكشف الغطاء وجهها، لأن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح تدل على وجوب ستر المرأة وجهها، ولهذا فإذا أمرت بأن تكشف وجهها وجب عليها أن تمتنع، وإذا ألح عليها أهلها أن تعمل هذا العمل وجب عليها أن تقنعهم بأن هذا لا يجوز، فإن تبين ذلك لهم وعذروها به فهذا من فضل الله عليها وعليهم، وإن لم يتبين لهم أو تبين وأصروا على أن تكشف وجهها فيجب عليها أن لا تفعل وأن لا تكشف وجهها، وإن غضب على ذلك وإن غضب بذلك أهلها ووالدها، لأن الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولي ولديك إلي المصير، وإن جاهدات على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا يطاع الوالدان في معصية الله، فإنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.